بسم الله، نبدأ دلوقتي مع الكنترول. بعد كده اللي هو المفترض ناخده ريفريشر. قبل ما نبدأ هنعمل هنعمل اب هنسميه ايونيك اب، خلاص. وكنترولر هنسميه ريف كاترل، خلاص. والهيدر هنا التايتل بتاعنا هنكتب ريفريشر، خلاص. كلام جميل، ده التايتل بتاعنا. بعد كده نخش على الاين كونتنت. الاين كونتنت هنحط جواه اول حاجه اللي هو العنصر بتاع اسمه ايون داش ريفريشر، ايون ريفريشر، خلاص. واقفله واديله الايفنت الاساسي بتاعه اللي هو اون داش ريفريش، اون داش ريفريش. اخليه نادي على دو ريفريش. دو ريفريش دي فانكشن احنا لسه هنكتب الكود ايه بتاعتها. يبقى الايفنت بتاع اون ريفريش هينادي على دو ريفريش. ده كده في الايون، جوه الايون كونتنت. هنحط جوه الايون كونتنت كمان ايون ليست عشان نعمل لستة بالعناصر المفروض بتتملي. المفروض ان انا يعني انتوا عارفين طبعا لما اجي تسحب كده المنيو كده تقوم عامل لها بول تو ريفريش، تقوم مسحوبه، تقوم طالعه فوق، تقوم عامله ريفريش، وتقوم ماليه البيانات. هي دي اللي احنا عايزين نعملها. فعايز اعمل لسته، واول ما ريفريش ازود اللسته دي باي عناصر. فكله هقول له كده ايون، جوه ايون ليست بقى احط له ايون ايه، ايون ايتم. وده انا عايز اعمله ريبيتر عشان ايه، عشان يجيب من لسته ويكمل. فاقول له ان جي ريبيت اقول له ايتم ان ايه ايتمز. يبقى ايتمز دي الري انا هحط لها بيانات، الري انا هحط لها بيانات في الايه من الانجل، خلاص. وهنا هعرض اسم الايتم ما بين ايه ايون ايتم وسلاش ايون ايتم. هعرض الايتم بتاعي عشان يتعرض الاسم بتاعه. كلام جميل، مفيش مشكله كده. اهو ايون ريفريشر محطوط، والايون ليست، واللسته دي هتلوب على الايتمز ايه وترصهم تحت بعض. كلام جميل، ده كده اتش تي ام ال. تعالى بقى نخش في الايه، في السكريبت بتاعنا او الانجلر اللي هنعمله. فاول حاجه طبعا اعرف انجلر دوت موديول، وادي الموديول ده اسم لازم يكون نفس الاسم اللي فوق اللي احنا حددناه اللي هو ايونيك اب كوما. وطبعا احدد ان انا شغال ايونيك، ده الاساس. وبعد كده اقوم جاي بقى اعمل الايه، الكنترولر بتاعي. الكنترولر هنا كان اسمه ايه؟ كان اسمه مش عارف، تقريبا كنا مسمينه ريف كنترولر. ماشي، هنا عامل ريف كنترولر، وهديله الفانكشن بقى تشتغل على الريفريشر ده. هقول له فانكشن، طبعا كده كده بنديله الايه، السكوب، خلاص. وهديله كمان الايونيك ايه، ايونيك ريفريشر. او هو على طول ممكن نديله التايم اوت اللي الريفريشر فيه هيوقف، نديله التايم اوت اللي فيه الريفريشر بقى ايه هيوقف. اقول له تايم اوت، مش محتاجين ان انا ريفريشر يعني، هو كده كده هنشغله جوه اوتوماتيك. اول ما بيتسحب بيشتغل اوتوماتيك. كل اللي عايزين نعمله الاول، عايزين نعمل الايتمز بتاعت السكوب. طيب عملنا ده التايم اوت، وهنبدا بقى نكتب الكود اللي موجود في الكنترولر دوت. اول حاجه على السكوب بتاعي عايز اوصل الايتمز اللي هيلم منها الايه، اللي هيعمل منها ليست. اقول له سكوب دوت ايتمز، خلاص. واقول له بتساوي، ودي عايز اعمل لها اري. فقلت له، قال لي ماشي. قلت له الاري دي اهي، والاري كل اللي فيها هقول له مثلا ايتم نمبر 1 كوما ايتم نمبر 2 كوما ايتم نمبر 3.
كفايه دول كفايه دول خلاص. طيب ونبدا بقى نشغل ريفريشر، اقول له يا سكوب يا سكوب دوت دو ريفريش، دو ريفريش بتساوي فانكشن اللي هي دي اللي هو الريفريشر بينادى عليها صح. اقول له بقى دي انونيمس فانكشن اهي خلاص، واكتب الكود بتاعها هنا. الكود بتاعها بقى ممكن مش عارف، ممكن نقول كونسول دوت لوج، نكتب حاجه في اللوج كده، او طبعا المفروض ننادي على ويب سيرفيس مثلا تجيب داتا من الداتابيز تعمل مش عارف ايه كلام من ده. لكن دلوقتي بس هن ايه هنكتب بس رساله ريفريشنج خلاص، و دي الرساله هتطلع. وعايزين نعمل ايه؟ نعمل بقى التايم اوت بتاعها. فقلت له ماشي، التايم اوت اللي هو جاي لنا اصلا، جاي لنا اصلا اهو على كبارامتر. فقول له تايم اوت، قال لي ماشي، قال التايم اوت على ما يخلص. قلت له جواه فانكشن خلاص، الفانكشن دي ادي بدايتها ونهايتها اهو. هنا المفترض اقول هنا API to get response، يعني انادي على API عشان تجيب لي نتيجه من داتابيز او من غيره او من على سيرفر تاني او 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 ماشي. حلو قوي. واقول له يا سكوب، قال لي انا ايوه. قلت له عارف الايتمز اللي جواك؟ قال لي ايوه عارف. قلت له انا عايز اضيف بقى فيها اللي جاي من ايه، مفترض في بيانات جات لي من الاي بي اي اللي هنا صح كده، عايز البيانات اللي جايه من الداتابيز او احطها في الايتم مع الايتمز اللي موجوده هنا. فاقول له دوت ايتمز دوت عشان اضيف اد، يعني اعمل اد، هقول له بوش خلاص، هبوش يعني هضيف. قال لي هتضيف ايه؟ اديني الكلمه انت عايز تضيفها. قلت له هتضيف كلمه مثلا اكسترا ايتم، يعني ايتم زياده وخلاص، المفروض يطلع كده كلمه اكسترا ايتمز ايتم. وعايز بقى اوقف الايه الريفريش خلاص، الريفريش كان عمال يلف عايز اوقفه. فهقول له يا سكوب، هيقول لي ايوه. اقول له عارف حاجه اسمها البرودكاستنج، البرودكاست اللي شغاله اللي هي السكرول اللي بيعمل ريفريش فوق ده. قال لي ماله؟ قلت له هقول له سكرول، ده اللي هنتعلم، هنتعلم حاجات كتير قوي في البرودكاست، بس سكرول دوت ريفريش كومبليت، سكرول دوت ريفريش كومبليت. فكده خلص، خلصت خلاص كده. الريفريش دي ثابته عشان يوقف السكرول بتاع الايه بتاع الريفريش. وهنا كده اقول له كوما، الكلام ده يحصل في ثانيه او في ثانيتين، اقول له مثلا في ثانيتين خلاص كده، دي كده ثانيتين. وسيمي كولون كده اهو، اللي هنا سيمي كولون كده اهو. انا عملت ايه؟ تعال نراجع على السريع كده على اللي احنا عملناه. اول حاجه عملنا هنا دوت مجموعه من الايتمز الثابته، دو ريفريش هي الفانكشن الاساسيه بتاعتنا اللي فيها الشغل كله من اول لغايه اخر. هنا دي الفانكشن الاساسيه جواها كتبت ريفريشنج ماشي، التايم اوت، التايم اوت الوقت هو شغال. قلت هنادي على 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 ويب سيرفيس بتجيب لي داتا، وانا ما تجيبها ببشها جوه الايتمز جوه الليسته بتاعت الايتمز الموجوده عندي. بعد كده بقول له البرودكاست لازم ادي عشان اوقف السكرول اللي بيحصل، اقول له سكرول دوت ريفريش كومبليت خلاص خلصت، هيوقف الايه الريفريشر قدامه ثانيتين ويعمل كده، يبقى كل ثانيتين بيوقف الريفريشر خلاص. كلام جميل. لو جينا نجرب كده، احنا خلصنا خلاص يعني الفكره كده خلاص، المفروض كده خلصت. تعال نجرب ادي ايتم 1 ايتم 2 ايتم 3 خلاص. هنا قال لي ان في ورنينج، مش مهم الورنينج، تعال نشد كده. ايوه اديك سيف السهم اللي طلع دوت، السهم ده كده ده بتاع الريفريشر او بدا يلود معاك ثانيتين، وطلع لي اكسترا ايه اكسترا ايتم. شد واسيب ثانيتين، بياخد ثانيتين، طلع لي المره الثانيه ايرور، وكان بيطلع لي ريفريشنج، طلع لي ايرور ريبيت، حصل فيه مشكله لان طبعا القيم مكرره. ممكن نضطر نخلق مش كل مره اكسترا ايتم، ممكن نخليه مثلا اكسترا ايتم سبيس كده
وجنب السبيس دي اطلع مثلا اي قيمه، مثلا اقول له math، بس كل مره تبقى math دوت random، random هتطلع لي ايه؟ هتطلع ارقام عشوائيه كل مره اطلبها. احنا عملنا كده، عملنا كده اول مره اهو، قال لي بيعمل عمل ريفريشنج، وبعد كده قال لي اكسترا ايتم واداني رقم الراندوم. ممكن نقربه، ممكن نقربه، يلا نعمل له فلورنج او تقريب، فاقول له ماث دوت فلور، عايزين نقرب ماث دوت راندوم، صح كده؟ خدت اول حاجه ماث دوت راندوم، عايز اقربها، بس هضربها في 1000 عشان اجيب الرقم، يعني احرك العلامه العشريه 3 خانات كده وازود عليها 7 عشان كل مره ترندم لي برقم صحيح. ايه رايك؟ طلع لي ايرور زي الفل. طب ماشي، في غلطه احنا عملناها، ما قفلناش البوش كده، اخر الايه، اخر البوش ادي ايتم 1 2 3. تعال نعمل كده ريفريش، طلع لي قرب لي 3 وزود رقم ريفريش، قال لي ايه الارقام بقت تراندوم زي ما احنا شايفين، وكده ما بيتكررش. طبعا لو اتكرر هيطلع الايرور اللي احنا شفناها كده، هو بياخد ثانيتين في ريفريشنج ويطلع لي رقم راندوم زي ما احنا شفنا. ده كده كان اكزامبل على الريفريشر او الايونيك ريفريشر.